ومعي الأستاذ نبيل أشليح وهو الكاتب الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة. مرحبا بك. شكرا. نعم أستاذ، يعني في البداية أريد أن أسألكم، يعني ما يعني انتظاراتكم من هذه الندوة الوطنية لهذا الحوار الداخلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انتظارات من هذه الندوة ديال الحوار الداخلي انتظارات كبيرة جدا، انتظارات للإجابة على المرحلة القادمة من خلال تقييم المرحلة السابقة ديال تجربة حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني، على المستوى الحكومي، على المستوى العديد من الجماعات والجهات، وجهتين اللي احنا الآن كندبروا فيها. وهذا الحوار هو كنعتقد أنه الآن سيمر في أجواء هادئة، سيمكن الجميع من التعبير بدقة على المقصود من آرائهم ومواقفه، وسيمكننا من حوار هادئ، وسيمكننا من التعرف على مختلف يعني التقييمات ديال الوضع السياسي، وكذلك مختلف الانتظارات حتى ديال عموم الأعضاء بمختلف فئاته، الشبيبة والنساء والتنظيم العام. هذه أعتقد أنها محطة، رغم أن كاين من يعتقد أنها لم تأتي في سياقها، في ظرف السياق السياسي العام اللي كنعيشه في البلاد، إلا أنني أعتقد أن في هذا المحطة يجب أن نكون يعني منصفين للتنظيم، وأننا نشتغل الآن في إطار مهام اللي قررناها خلال المؤتمر، وإلى اللي بقينا ننتظر الأجواء السياسية. فالآن الوضع اللي كنعيشه لا ينبئ أننا سنلقى أجواء سياسية سنجدها يعني مستقرة كما يجب. أنا كيبان لي هذه المهمة وهذه الورشة خصنا نشتغلوا عليها مع استحضارنا لما يدور على المستوى الوطني. يعني أنتم بصفتكم يعني رئيس جهة حزب العدالة والتنمية بمنطقة تطوان طنجة الحسيمة، يعني ما موقع اليوم الحزب في الحياة السياسية اليوم، خاصة وتحدثهم على أن هناك أجواء دقيقة يعيشها أو تعيشها الحياة السياسية الآن على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة؟ الحزب غادي سيكون في الأيام القليلة القادمة غادي يكون عنده مسؤوليات أكبر نظرا على المستوى السياسي، على مستوى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. الآن بين الفينة والأخرى يمكن أن يحدث ما يعني استقالة رئيس الجهة اللي هو الآن يفكر في هذا الأمر، وفي أكثر من إشارة لا منه ولا من أعضاء حزبه أنه يفكر في الاستقالة من مجلس الجهة، وهذا غيطرح علينا رهان جديد ديال تشكيل مجلس الجهة اللي يمكن يواكب المسلسل ديال التنمية اللي كتعرفوا المنطقة، خاصة أننا ثاني منطقة اقتصادية على المستوى الوطني. على المستوى المشهد السياسي في الجهة نحتل موقع جد متقدم من خلال تدبير المدينة الكبرى اللي هي طنجة، من خلال تدبير مدينة تطوان، من خلال تدبير مدينة العرائش، مدينة الفنيدق. إذن هذه المدن الأساسية اللي كندبروها في الجهة، إضافة إلى بعض المجالس الإقليمية اللي عندنا فيها دور، بعض المجموعات ديال الجماعات. إذن هذه كلها كتوضعنا يعني في المقدمة ديال المشهد السياسي، حتى إلا بغينا نشوفوا من حسب عدد الأصوات اللي حصلنا عليها في الجهة. فحزب العدالة والتنمية باستمرار يعني عبر التاريخ كان جهة طنجة دائما متميزة على مستوى الغرف وعلى مستوى يعني القطاعات الأخرى. فاحنا كنحسوا أننا يعني عندنا ثقل كبير ومسؤولية كبيرة يعني في تحريك، حتى إلا كان هناك ركود يعني احنا المفروض أننا نكون محركين أساسيين ديال العمل السياسي في الجهة. نعم أستاذ نبيل شليح الكاتب الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة، شكرا على حضورك. شكرا.